بعد أن تكلمنا عن مخطط المسار كأداة من أدوات الجودة التي تستخدم لدراسة العملية ومعرفة لنقل المشاكل التي تعترض خطوات هذه العملية وما يسمى بمرحلة عنق الزجاجة أو أي تكرار أو في هذه العملية أو خطوات لا ليست مهمة، نتكلم عن أداة أخرى وهي أداة لتحليل الأسباب أو من أدوات تحليل الأسباب. هذه الأداة هي أداة أسلوب تحليل علاقة السبب بالأثر. أداة أسلوب تحليل علاقة السبب بالأثر هي تسمى طبعا تحليل السبب والأثر، تسمى ما يسمى بإيشيكاوا نسبة إلى العالم الذي قام بتطوير هذا العالم الياباني، وتسمى أيضا مخطط عظم السمكة. إذا لها ثلاث مسميات: تحليل السبب والأثر، مخطط عظم السمكة، أو مخطط إيشيكاوا. طبعا مخطط إيشيكاوا نسبة إلى العالم الياباني الذي اكتشفها إيشيكاوا، نحن قد نكون تكلمنا عن إيشيكاوا من رواد الجودة الأوائل، العالم الياباني. هو طبعا كان إيشيكاوا طبعا كان من عائلة غنية، وكان يعني والده أشيرو رئيسا لجمعيتين مهمتين في اليابان، وهي جمعية المنشآت الاقتصادية، وأيضا لنقل الاتحاد الياباني للعلوم والهندسة. لذلك نشأ إيشيكاوا طبعا في بيئة لنقل احتك بالعلماء واحتك بعلماء ورواد الجودة، كان له احتكاك بديمينغ وجوران، وفي النهاية صقل مواهبه وأصبح أيضا من كبار رواد الجودة، وأصبح شخصية يشار إليها بالبنان وتتمتع باحترام إقليمي وعالمي في مجال الجودة، وأصبح اليابانيون يعتبرونه الأب لحلقات الجودة. ألف أيضا كتاب في مراقبة الجودة، وكان لديه يعني نظرة شاملة على الجودة، أن الجودة تشمل جودة الخدمة وجودة الإجراء وجودة المعلومات وجودة جودة شاملة بالأفراد، بالمعلومات، بالإجراءات، بالخدمات، بكل ما يتعلق بالمنشأة في جميع نواحي عملها. كان يعني إيشيكاوا طور هذا المخطط، مخطط السبب والأثر وتحليل السبب والأثر، وسمي بعظم السمكة لكونه يشبه السمكة، يعني كونه عندما طور كان يشبه السمكة في عظم السمكة، يعني سيكون الهيكل العظمي أو العظام السمكة ستكون هي الأسباب، ومقدمة السمكة أو الرأس سيكون هو الأثر أو النتيجة التي نتجت عنها هذه الأسباب. طبعا هي تستخدم هذه الأداة في استعراض الأسباب المحتملة دون معرفة نسبة مساهمة كل منها. وكخطوة ثانية طبعا يمكن إجراء دراسة حسب كل حالة. طبعا هي تستخدم لتنظيم واختصار كميات كبيرة من المعلومات وتساعد الفريق على العمل المنهجي. طبعا يكرر سؤال لماذا 5 مرات للوصول إلى جذور المشكلة. لاحظوا أنه إيشيكاوا يفترض أن جميع الأسباب المحتملة قد يتم تصنيفها في فئات رئيسية، والبعض رأى الفئات الرئيسية لجميع أي مشكلة أسبابها المحتملة قد يتم تصنيفها في فئات رئيسية، نضع هذه الفئات الرئيسية ومن ثم نبدأ في وضع الأسباب الحقيقية التي تندرج تحت كل فئة. ما هي الفئات الرئيسية الأسباب المحتملة؟ طبعا في الخدمات طبعا هم يتكلمون عن 5 P's: people اللي هم الأشخاص الموظفين، profession اللي هو الاحتياطات والمؤن، بوليسي سياسات، بروسيجرز الإجراءات، بليس المكان. إذن أي أسباب لمشكلة ستكون المشكلة إما بسبب الموظفين العاملين أو بسبب الاحتياطات والمؤن أو بسبب السياسات أو بسبب الإجراءات أو بسبب المكان. في الإنتاج يذكرون بدل 5 P's كما ترون في الجدول أمامكم 5 M. إذن manpower اللي هو القوى البشرية، الماتيريال المواد، ميثود الطرق، ماشين الآلات، ميجرمنت القياسات. إذن لاحظوا الـ 5 M's: manpower، ماتيريال،
Method Machine Measurement. إذن نحن نفترض أن أي مشكلة تقع عادة إما بسبب القوى البشرية، وهنا لما أتكلم عن القوى البشرية قد تندرج تحت الإدارة والموظفين، أو المواد، أسباب متعلقة بالمواد أو أسباب متعلقة بالطرق اللي هي السياسات والإجراءات. لما نتكلم عن الطرق والوسائل والمنهجيات نتكلم عن السياسات والإجراءات والإجراءات العمل أو والنظام عموما، أو المشكلة قد تكون تتعلق بالآلات أو بالقياسات. لاحظوا معي الجدول على الشاشة يشرح كل هذه الفئات الرئيسية التي ممكن أن تساعدنا في الإعداد لمخطط تحليل السبب والأثر. لاحظوا معي مخطط تحليل السبب والأثر أيضا قد نسميه أسلوب تحليل علاقة السبب بالنتيجة. لاحظوا هذا المخطط، لاحظوا على الشاشة أن النتيجة أو الأثر توضع على الجانب الأيمن. النتيجة أو الأثر أيا كانت هذه النتيجة، قد تكون النتيجة عبارة عن خلل، خطأ ما، عدم رضا مستفيد، قد تكون أيا كانت هذه النتيجة، وهي النتيجة عادة نتيجة لبعض. إذن توضع النتيجة أو الأثر أو المشكلة توضع في الجانب الأيمن، ثم توضع الفئات. توضع الفئات كما ترون على الشاشة، الطرق والوسائل عبارة عن فئة، العاملين قد يكونوا فئة، القياسات، المواد، البيئة، الآلات والمعدات. إذا وضعنا النتيجة ووضعنا الفئات، نسأل أنفسنا في كل فئة، لنقل في العاملين، هل كان هناك سبب يتعلق بالعاملين أدى إلى هذه النتيجة أو هذا الأثر؟ وعادة تفكر فيها كما ونوعا، يعني هل كان هناك نقص في العاملين؟ لما أتكلم عن كما يعني النقص الكمي، هل كان هناك نقص في العاملين، نقص في الخبرات، عدم وجود اختصاصي معين في مجال معين، أو نوعي، هل كان موجود العاملين ولكنهم ليسوا يعني بالمؤهلات الكافية، وليس لديهم القدرات ولا المؤهلات ولا الخبرات في أو نقص في برامج التدريب للعاملين. كل هذه أيضا بنفس الطريقة في الطرق والوسائل يجب أن نسأل أنفسنا، هل كان هناك أسباب تتعلق بالطرق والوسائل أدت إلى هذه النتيجة؟ وعادة في الطرق والوسائل فكر في السياسات والإجراءات والتنظيمات التي تنظم العملية، هل كانت هناك بعض السياسات والإجراءات لم تكن واضحة، لم تكن معدة أصلا، أو لم تكن معممة بالشكل الكافي مع أنها معدة، أو عدت وعممت ولكنها لم تطبق. كل هذا يندرج تحت الطرق والوسائل والسياسات والإجراءات. القياسات، هل نحن نقيس أو نراقب العملية بشكل مستمر؟ هل لدينا مؤشرات الأداء تقيس هذه السياسات والإجراءات ومدى تقيد العاملين بها؟ لما نتكلم عن الآلات والمعدات، نحن نتكلم عن الآلات، هل وجدت هذه الآلات متوفرة؟ إذا كانت وجدت، هل يوجد لها صيانة بشكل دوري أو ما يسمى بالصيانة الوقائية؟ هل هناك أيضا مراقبة على العقود إذا كان هناك عقود لبعض المقاولين؟ عندما نتكلم عن البيئة، نحن نتكلم عن درجة وعي العميل، نحن نتكلم على النواحي الاقتصادية، نحن نتكلم عن الأنظمة واللوائح المنظمة لهذه الخدمة أو لهذه المنشأة التي تخرج عن لنقل نطاق المنشأة وليس للمنشأة التحكم فيها عندما نتكلم عن البيئة. المواد، نحن نتكلم أيضا عن المواد، هل هناك أسباب تتعلق بتوفير المواد أدت إلى هذه النتيجة والأثر؟ يعني عدم توفر مواد أو توفر مواد اللي نقول غير كافية، أو حتى في المواد البعض يدرج البيانات والمعلومات كنقص البيانات أو نقص البيانات الحقيقية كنوع من المواد التي تساعد على أحيانا في حل المشاكل. إذن باختصار، مخطط السبب والأثر هو رسم توضيحي يعرض الأسباب المحتملة لمشكلة أو أثر محدد. إذا لدينا مشكلة أو أثر أو نتيجة محددة، نعرض الأسباب المحتملة. كيف نعرض هذه الأسباب؟ تعرض في عدة فئات رئيسية تشمل هذه الأسباب. طبعا هذا المخطط بشكله هكذا لا يعتبر عام، لكن لكل مشكلة يجب أن تحدد الأسباب الرئيسية تحت كل فئة من هذه الفئات.